بأي ذنب هداة الخلق تغتال، وطغمة الشر بالآثام تختال. لا خير في ترف الدنيا وزخرف، فطبعها نحو درب السوء ميال. أما تراها بآل المصطفى ماذا فعلت؟ غدرت وكان في بغضها للآل يغالوا، كمثل من بخراسان له جدثون منه تفيض على الأنحاء أفضال. من هو الرضي الرضا قاضي الحوائج؟ لا يرد عن بابه من مضه حال. ذكراه تطلق في الآفاق فاجعة لما طلت فشا في الكون جلجال. ما ذنبه كي يذيب السم مهجته يغتاله شائن الأفعال دجال. أحسنتم عظم الله أجوركم، يقول الحائري في نور الأبصار. رأى رجل من أهالي خراسان في منامه النبي صلى الله عليه وآله، فلما انتبه من نومه جاء إلى الرضا عليه السلام وقال: يا ابن رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام كأنه يقول لي: كيف أنتم إذا دفنا في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام: أنا المدفون في أرضكم، وأنا بضعة نبيكم، وأنا الوديعة والنجم، ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي، فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كنا شفعاءه يوم القيامة نجا ولو كان عليه وزر الثقلين الإنس والجن. ويقول عليه السلام: والله ما منا إلا مقتول أو مسموم. فقيل: فمن يقتلك يا ابن رسول الله؟ قال: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، ألا فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر ما أتى ألف شهيد وما أتى ألف حاج ومعتمر وما أتى ألف مجاهد، وحشر في زمرتنا وجعل في الدرجات العلا رفيقنا. وفي روضة الواعظين عن أبي الصلت الهروي أنه قال: بينما أنا واقف بين يدي الرضا عليه السلام إذ قال لي: يا أبا الصلت،
ادخل إلى هذه القبة التي فيها قبر هارون وأتني بتراب من أربع جوانب. فقال فأتيت به فأخذ يشمه ثم رمى به وقال سيحفر لي هاهنا قبر، ثم أوصى بما أوصى وجلس في محرابه. يقول الراوي إذ دعاه المأمون فلما أتاه وثب إليه وعانقه ما بين عينيه وأجلسه معه وناوله عنقود عنب وكان بيده قد أكل بعضه وقال يا ابن رسول الله ما رأيت عنبا أحسن من هذا. قال الرضا عليه السلام ربما كان عنبا حسنا فيكون في الجنة. فقال له كل من، فقال تعفيني من، قال لا بد من ذلك، ما يمنعك من، لعلك تتهمنا بشيء. فتناول عليه السلام العنقود فأكل منه 3 حبات ثم رمى به وقام. فقال المأمون إلى أين؟ قال إلى حيث وجهتني. وخرج حتى دخل الدار وأمر أن يغلق الباب ونام على فراشه. فمكثت واقفا في صحن الدار مهموما محزونا والإمام بين قائم وقاعد من شدة السوم، إذ دخل علي شاب حسن الوجه أشبه الناس بالرضا عليه السلام. فقلت له من أين دخلت والباب مغلق؟ قال الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو الذي أدخلني الدار. فقلت ومن أنت؟ قال أنا حجة الله عليك يا أبا الصلت، أنا محمد بن علي. ثم مضى نحو أبيه فدخل وأمرني بالدخول معه. فلما نظر إليه الرضا عليه السلام وثبى إليه فعانق وضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه، ثم سحبه سحبا في فراشه وجعل يكلم شيئا فلم أفهمه. وبينما ولده الجواد عنده وإذا بإمامنا الرضا قد أسبل يدي ومد رجلي وما وعرق جبينه وسكنانينه ودلت رقبته وفاضت روح الطار. رحم الله من نادى إمامه وسيده ومسمومه. وين الهواشم خلي يحضروا وعيون مولاهم يغمضوا، ميت بالغروب كان يدرون، يريد الأهل هم اللي يشيعون. والجثة والله يغسلون بغربة يا ويلي عيون نامل، بس يم العدو ضاحك وشامت. اي برض المدينة روحي يا
حمد ميت يروح أمك غريب لا يمك أصحاب حبيب ليش الهوى شما تجي ما واحد موتا ايك قريب بديار غربة يما سموك وين الهوى شمليش خلوك هم قطرة مية شربوك وغسلوك يما وكفنوك يا لو مثل جدك ايك عذبوك مسموم كبدك يما مسموم غربة واسي فوق الهموم والحيل من هم الولد مهدور مفطور قلب على لولا ذايب عليهم والله الفاد متوزعين بكل البلاد بكل البلاد وغمضت عينك يا رضا بديار غربة ما يمك أحباب وأهل والموت صعبة وإمامة على الغريب ومحنته هلوها العيون مسموم قلبه والأهل ما عن يدروا بديار غربة موتته عيونه يغمضوا لا يم أهله وصحبته مفطور قلبه وإمامه مفطور قلبه من الألم يا ويلي مفطور بهموم قضاها العمر والقلب مكسور عليه القلب محزين يظل والدمع منثور نبكي والله للحشر نترجى قربه منه بجاه بغربته وعلى للوني من غسله وكفنه وغمض له العين هم دفنوه بغربته لو مثيل الحسين مطروح ظل على الثرى ما ذاك شربه ويل ويل وغمض عيونه بدار غربة وعينه على الأحباب تربة غمض عيونه ولا أكو أحباب صبر دليل من الألم يا ويلي ذا نازع يا ويلي
عين عالباب المن يوصيك إنه مغرب راعي الديانة ويلعلو ولي عليه ما يسموم والحال الغريب بالقلوب ما يلجو وغمض عينه بالغربة مسموم وبلا يا أحباب عينه تدير كالساعة تربي وتنظر الأبواب بل كان يحضر ولده لو واحد من الأصحاب شحال الغريب اليوم وما يما سوى الأغراب من أسبلها إيدانه وها على القبور التراب ويلي 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 وحده وحبايب غابه والمهجة والله ذابه من الغربة نفسه شابه اش حاله وشوف الموت وقت المنية نادى ويسعر جمر بفاده وين الاهل واولاده اش حاله وشوف الموت اش حال الغريب بغربته من هو سمعها الونته ومن هو حضرها دفنته ميت لا يم الاهل من الاجل لما انقرب وقلب نيران التهاب هم قطرة مي شراب لو ضامي يا ويلي رحل هم داسة الضلع الخيول شوف ايش يصور الشعر وعلى الصدر قامت تجول وبناته نظرنا بذهول والجثة شافنها وصال هم بالشمس ظل الجسد غريب ولا يما أحد وضعن الحرم عنه بعاد ديوان عدوان دخل آه أيوا إماما يمن منك يفيض الجود والمن والمن هذا الشاعر يخاطب الزهرة يمن منك يفيض الجود والمن والمن مصايب صابن الدلال والمن عاليمن يا زكي النوح والمن تونيين ودمعتك دم جرية اي تونيين ودمعتك دم جرية اش جاوبت الزهرة أنا الزهرة ومثيل الموج ما جيت ما جيت ودمعتي على الوجن يا ناس ما جيت فلا تحسبوني لخرسان ما جيت رحت وعلى الرضا صبت العزية اي رحت وعلى الرضا انصبته
العزي تشدني هموم للحسرة وشدها وبقيت بحيرة وبصفنة وشدها محن جتني لكن أعظام وشدها شنو مصاب اللي انسحق بالأعوجية وحسينا مصاب اللي انسحق بالأعوجية وعليا 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 وعلي ما ترضى وتسلزل الطوس بأهلها والكل ينادي ودمعته بخده يهلها قوموا يا شيعة واسية سهرة بحزنها في ثامن العتر الرضا المسموم بينها وعلي آه وعلي آه وعلي آه وعلي جالج خبر عن حالته يا زهرة هاليوم مصفر هلوان الرضا وما يقدر يقوم لكن شبدته متقطعة من أثر السموم واصبح على فراش المرض وقلبه مهموم وعلي 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 مأجورة يم حسين يا زهرة الحزينة في بلد غربة وليدك وزايد ونينة وإن كان ضلعك هالأعادي كاسرينة من هالسبب ابنك يا ويلي سامينا وعلي وعلي صيح صيح وعلي وعلي قامت الشيعة شيعة ومنها اعتل النوح وصارت صوايح والقلب بالحسرة مجروح مو مثل جد اللي ثلاث أيام مطروح وبأثر ساحق الخيل دم مسفوح وعلي وعلي صيح صيح وعلي بمصيبة المسموم مجورة يا زهرة عنك بعيد ببلد غربة صار قبرة لكن تعنيت إلى بونة وحسرة ونسيتي لطمة عينك وضلعك وكسرة وعلي آه وعلي صيح صيح وعلي آه أي زمرة بني العباس وزمرة بني أمي ما بقيت من أولادك العترة بقية وكل يوم انتي ناصب عليهم عزية ساعة البقيع وساعة بقية ساعة البقيع وساعة برض الغاضري
ايه وعلي وعلي صيح صيح وعلي وعلي يا سيدي نسأل من الله بدمعة العين تقضي حوايج شيعتك هاي الموالين وتفرج لنا بالفرج عن المساجين وتفرج لنا بالفرج عن المساجين وتحفظ المشايا المشات لزيارة حسين وعلي آه وعلي آه وعلي آه وعلي مسموم بديار الغرب ومصاب الفت القلب ومصاب الفت القلب ابن البتول الزهرة سمى اللعين بغدره وبغربة قضى عمره ابن البتولة ابن البتولة شال الكتاب بصدره وآياته دايم يقرأ من المدينة القبره ابن البتولة ابن البتولة جمال الهادي ونوره لنشر علمه ودستوره انخسف بالسمت عليها جمال الهاشمي جمال الهاشمي ومدامعنا المنثوره صور وتنوح السوره بتلاوتها تسجينه ودمعنا يظل همي ودمعنا يظل همي حافظ شريعة جده سمى العدو فتشبده والموت وسد خده منو ابن البتولة ابن البتولة شرع الله ناح الفقده وردة وعطرها تبدأ مثل اللي غالت جعدة منو ابن البتولة ابن البتولة الحسن عادت ايامه الرضا جدد علامه مصايب من مذكرها مدامع وابن حيب مدامع وابن حيب الدهر صابت نسهامه ودمعنا يظل يتهامه على المسموم وحقنا نحبنا على الغريب نحبنا على الغريب الدين المصاب تصور وعرش الجلال ينحب ودموع دمعة زينب لابن البتولة لابن البتولة بعد التوى شباب وشيب ونار بدليلة تلها ودموع على الخد انصاب لابن البتولة لابن البتولة مصايب شيب رضع القلب منه يتصدع غريب يموت بسمة الأبي وابن النبي الأبي وابن النبي آخر بيت اللي عالم احنا يتشجع يحق له لما يجزع عليه ويجريه لأجله دمع تل الزينبي دمع تل الزينبي وسيعلم الذين ظلموا آل رسول الله أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.